بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. حلقة جديدة من برنامج كورتنا على قناة السودان 24، الآن إحدى قنوات السعودية 24. أرحب بكم ترحيب حار، وأتمنى أن نقدم حلقة ممتعة وشيقة بمعية الضيوف داخل الاستوديو الذين أرحب بهم في هذه اللحظات. الكابتن والمحلل الرياضي مدسر محمد علي، مرحب بك. مرحبا أستاذ طارق، مرحبا بالسادة المشاهدين، مرحبا بالكابتن إيليا، وإن شاء الله نقضي وقت أفضل إن شاء الله. مرحبا الكابتن محمد عبد الرزاق إيليا، مرحبا بك في هذه الحلقة. مرحبا بك أستاذ طارق، ومرحبا بزميلي مدسر، ومرحبا بكل المشاهدين. إذا مرحبا بكم مشاهدي الكرام، كالعادة عناوين هذه الحلقة مع مخرج البرنامج. مرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى بعد أن استمعنا إلى عناوين هذه الحلقة. هنالك خبر يمكن قبل لحظات وفي هذا المساء، أعلن نادي برشلونة في بيان له عبر موقعه بتويتر عن توصيله الاتفاق مع ثنائي الفريق سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا. يقضي هذا الاتفاق بتخفيض راتب النجمين، مما أتاحت هذه الفرصة أو هذه الخطوة إلى تسجيل عقد النجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو بصفة رسمية، بالتالي أصبح رسميا ضمن صفوف برشلونة. كابتن مدسر، خطوة انتظر جمهور برشلونة كثيرا. أكيد طبعا، هو خطوة موفقة جدا طبعا في ظل غياب كمان النجم العالمي ميسي، فكان العالم متخوفين. لكن كون وجود عناصر مميزة زي كده بغدر برشلونة طبعا خبر طيب جدا لشاق الكتالوني. نعم كابتن إيليا، تعليق على هذه الخطوة. هو أكيد طبعا مكسب كبير لبرشلونة، وزي ما قال مدسر إنه في غياب ميسي، برشلونة محتاجة لكل العناصر المهمة بالنسبة له، محتاجة لأغويرو بصفة خاصة يعني. نعم، إذن بالتوفيق للنجم أغويرو في هذا المشوار الجديد مع برشلونة. نبدأ مباشرة مع محاور الحلقة، والهم الأكبر هذه الأيام لكل الرياضيين في السودان ولكل السودانيين، المنتخب الوطني الذي يستعد لخوض مباراة مهمة في أولى مبارياته في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بالمغرب، يخوض يوم بعد غد نزال قوي وشرس أمام منتخب المغرب. بالحمد لله وصلت بالأمس فجرا بعثة المنتخب إلى المغرب بسلام، وانضم لها النجمين المحترف ياسين حامد والمحترف أطهر الطاهر، بالتالي اكتمل عقد الفريق واكتملت كافة الاستعدادات في صفوف المنتخب، واليوم ممكن يؤدي المنتخب الميران الرئيسي. كابتن مدسر، الحمد لله وصلت البعثة بسلام وانضمام النجمين ياسين وأطهر للبعثة. طبعا كان شيء مخطط، أطهر تأخر لأنه كان فيه التزامات مع فريق سموحة. ويعتبر برضو جزء من الإعداد بالنسبة للاعب مع المنتخب. ياسين برضو كان عنده التزامات ولاعب كبير جدا، وجوده بالمناسبة إضافة قوية جدا للمنتخب في ظل غياب النجم الكبير تيري طبعا. فالمنتخب أعد نفسه إعداد جيد جدا لهذه المباراة الصعبة جدا صراحة. مباراة بكل المقاييس، إحنا بنلعب مع فريق يعني منتخب يعني مرشح بقوة، منتخب ذات وزن ثقيل جدا يعني بيملك لعيبة على مستوى عالميين. فالمباراة دي صعبة بكل المقاييس، ولكن دائما المنتخب السوداني عودنا إنه دائما في المواعيد الكبيرة والمباريات الكبيرة بيلعب بجدية، يعني أفضل مما لما يقول لاقوا مثلا منتخبات مغمورة. بتجيهم مثلا دافعية بتاعت انه اللا مبالاة وعدم الحماس، لكن المنتخبات الكبيرة بتستفز النجوم السودانيين صراحة كثير. فاحنا موعودين ان شاء الله ربنا سهل الامور، بس اتمنى انه يعني المدرب يحاول يضع تشكيل اساسي، هذا من هنا الانطلاق الحقيقي للمباراة، لانه المباريات الكبيرة اي تشكيل خاطئ من الصعوبة مكانك انت تعيد تحصل نفسك المباريات الكبيرة. فأتمنى التوفيق للمنتخب إن شاء الله. كابتن إيليا، زي ما ذكر الكابتن مدسر، هي مباراة مهمة ومباراة يعني مع منتخب يحمل نجوم وهو مدجج بالنجوم. ممكن تشكيلة المنتخب المغربي أعلنت، ممكن لاعب وحيد يلعب في الدوري المغربي في فريق الرجاء، والبقية كلهم محترفين ممكن في أوروبا وفي الدوريات الكبرى خاصة. لكن المنتخب في الفترة الأخيرة يعني روح المنتخب أدته ثقة في نفسه، وأدته إنه دائما أمام المنتخبات الكبيرة المنتخب بيكون حاضر. هي حقيقة إن إحنا أول شيء بنأكد على صعوبة المباراة. صعوبة المباراة جاية من إنه أنت لاعب مع منتخب يعتبر حاليا من أفضل المنتخبات الأفريقية، مع منتخب الجزائر ومنتخب مصر. يعني أنا أعتقد إن الثلاثة هم الأفضل. مدجج فعلا بنجوم كبار جدا، وزي ما ذكرت أنت فيه لاعب واحد من بيلعب في الدوري المغربي. لكن نحن لو رجعنا وعينا لمسيرة المنتخب بنلقى إنه المنتخب
الآن استمر في إعداد متواصل وفي مسيرة يمكن من سنين طويلة لأول مرة نشوف المنتخب السوداني في مسيرة بتاعت مباريات دورية غير ودية متواصلة. دائما يكون في مباراة وتاني بعد فترة طويلة يحصل تجمع جديد، لا الآن هو تجمع واحد، حصل انسجام بين اللاعبين، حصلت النتائج المرجوة. النتائج دي نحن لو رجعنا لا بنلقاها إنها يعني ما كانت فنية، بس هي كان فيها يعني دور كبير جدا الجانب المعنوي. نعم. لاعبي المنتخب السوداني آمنوا بقضية المنتخب وأدوا المنتخب في الفترة اللي فاتت كل ما عندهم، وأنا أعتقد إنهم ما حيبخلوا إطلاقا. الدافع بيجي أكبر. بيجي أكبر طبعا. نعم. والوصول قرب. نعم. أهمية المباراة لهم وضعوها في نفسهم ويتعاملوا معها بنفسيات يعني مدروسة. كان في تعامل من الجهاز الفني مع اللاعبين بالتوصية بالتريس وعدم يعني بين التريس وبين عدم الخوف. نعم. من المنتخب المغربي. افتكر. نعم. انه لو كسبناها نحن حنخطو خطوه كبيره جدا لقدام، بل حتاثر في مسيرتنا حتى في كاس العرب. نعم. فحيكون المنتخب بيجي شكل ثاني ان شاء الله اتوقع باذن الله. طيب انضمام اظهر وياسين رغم غيابهم عن معسكر الامارات، كيف ترى هذا الانضمام خاصة إنهم كانوا بعيدين عن معسكر الإمارات؟ أنا أفتكر إنه الإعداد اللي جاوا أطهر وياسين هو أفضل من منتخب الإمارات، لأنه صراحة نحن منتخب الإمارات لعبنا مع منتخب معسكر الإمارات. معسكر الإمارات لعبنا مع منتخب ضعيف، لعبنا مباريتين، حتى المباريتين لعبناها بمنتخبين، يعني يعتبر مباراة ودية واحدة مع منتخب النيجر. أنا بفتكر إنه ضعيف. بس ياسين يا كابتن إيلي يمكن كان محتاج انه يحصل انسجام مع عناصر. لا ياسين هو في فترة وجوده الفاتت يعني هو قرب من اللاعبين جدا، وافتكر انه هو ور العالم كله او ور السودانيين كلهم انه هو قادر انه يعني يمكن نقول انه غيابه عن المعسكر ما زاد تاثير كبير. انه بيأثر لانه هم في فورمة مباريات دوريه. نعم. ولعبوا مباريات كبيره. طيب جميل كابتن المدسر، يمكن سمعنا واطلعنا على انه البعثه تقدمت باحتجاج رسمي للاتحاد الافريقي بعد تعيين الطاقم السنغالي اللي له حادثه شهيره مع المنتخب، هو دفع مدرب المنتخب فيلوت في مباراه غانا الشهيره والظلم اللي لقاه المنتخب من هذا الطاقم. ده شيء متوقع لانه اصلا يعني بعد مباراه غانا الشهيره اللي تلقى فيه المنتخب السوداني ظلم واضح جدا. نعم. حتى اعتدى الحكم على المدرب الفريق، اضغطوا على الارض يعني مثلا. نعم. وبعد ده قدم المنتخب السوداني شكوى ضد التحكيم، فما من المفترض كان يستبعد يعني اصلا ما يجي يحكم ثاني للسودان في مباراه مصيريه، يعني مباراه مهمه مع فريق منتخب كبير جدا. نعم. فمن الطبيعي جدا انه كان رئيس البعثه انه يقدم الشكوى مجرد ما شعروا انه الحيديرو طاغم السنغالي. نعم. اللي اصلا عنده سوابق مع المنتخب السوداني صراحه. نعم. فشيء الواحد شيء محير جدا، يعني انت عندك اصلا سابقه مع طاغم تحكيم وتم عليه وقدمنا عليه مثلا شكوى، وانت تجيبه ثاني تخليه يحكم في مباراه مهمه يعني. طيب هذا الطاغم الان بقى هو يعني الشيء الواقع طبعا هو الشيء الواقع اللي حيدير المباراه. اكيد طبعا رساله للاعبين. نعم. انه ينصرفوا للكوره ويتركوا حكم المباراه. طبعا شوف اللعيبه اصلا المفروض الحاجات الاداريه دي يتركوها. نعم. خارج الملعب. نعم. وهم عندهم دور، الاداري عنده دور خارج الميدان. لا نفسيا ما يتاثروا بانه ده الطاغم اللي صرفه. لا بد من انك انت تتسلح بكل شيء، لانه. نعم. اصلا المباريات بتلعب بجزئيات. نعم. العامل النفسي، العامل حتى لما تنزل في المعسكرات بيعملوا لك مثلا، كان بيجيبوا فنادق اللي بينزلوا فيها المنتخبات والانديه بيجي يعملوا حفلات يساهروا بيهم ويرهقوهم نفسيا. نعم. ومعنويا، دي كلها برضه جزء من المباراه. فاللعيبه وصلوا لمراحل زي كده المفروض ما يعني يكونوا مسلحين انا برايي. لكن لو جينا تكلمنا عن مباراة المنتخب المغربي بالذات. نعم. كان طبعا ما حد غريب عن المنتخب المغربي. نعم. يعني هو فارض نفسه على الناس كلهم كاشفينه يعني. نعم. منتخب معروف لأي مدرب لأي مشاهد لأي رياضة. نعم. ما يملكه إنه كان ثقل وثقيل في 4 لعيبة عالميين صراحة. نعم. في أوروبا الشيء اللي احتمال كبير لو صدق الأنباء اللي وردت إنه أشرف حكيم ما حيشارك يكون مكسب كبير للسودان صراحة. نعم. لأنه هو ده القوة الحقيقية. لأنه في أصلاً تنظيم المغرب كل الخطورة كانت تبقى بالجهة اليمنى للفريق المنتخب المغربي. نعم. والجهة اليسرى للخصوم. نعم. طيب أنت عندك 4 لاعبين على مستوى أوروبا. نعم. مؤثرين مش مع المنتخب المغربي بس مؤثرين حتى مع فرقنا الأوروبية ذات. نعم. يعني شاهدنا قبل يومين
يعني النجم الحارس ياسين بونو. نعم. وهو حارس مرمى إشبيلية. نعم. قدر يعني بمستواه الكبير يقود الفريق في صدارة المجموعة، مع أنه لاعبين ثلاث مباريات، فازوا في مباراتين، تعادلوا في مباراة. نعم. وحتى هدف التعادل اللي أحرزه اللاعب المغربي الخطير اللي هو يوسف نصيري. نصيري. نعم. برضو هو بيلعب في نفس الفريق. فأنا صراحة الخوف كله في الثنائي يوسف نصيري في المقدمة الهجومية معاه سفيان. نعم. دول طبعا يعني لعيبة على مستوى أوروبا، ناهيك عن العناصر اللي حتجي من الدوريات العربية. طيب حكيم زياش. نعم. غياب حكيم زياش جايك أنا فيه. نعم. يعني العناصر أنا عندي أربع لعيبة هو المرتكز الأساسي في الثقل الفني للمنتخب المغربي. لو أخذنا الأول الحارس ياسين، عندك الثاني على طول بيجي يوسف نصيري مهاجم رأس حربة. نعم. والثالث على طول اللي هو أكثر تأثيرا والرغم رغم واحد اللي هو أشرف حكيمي واحد. نعم. عمره 22 سنة. نعم. ده لعب في الدورة الألماني ولعب في الدورة الإيطالي، معروف مسيرته في ريال مدريد وفي ريال مدريد في بورتو في إنتر الآن في عندك الآن في باريس في باريس حسي بلعب مع ثلاثة أفضل لعبة في العالم. نعم. وقبل يومين صنع الهدف الثاني لإمبابي. نعم. ومن الطرف اليمين. نعم. هذا اللاعب بالمناسبة يعتبر هو صانع ألعاب وهداف. نعم. ومع أول مشاركته مع باريس سان جيرمان. نعم. في أول مشاركات قدر يصنع ويحرز أهداف كثيرة جدا. طيب جميل. طيب عندك الثالث طبعا اللاعب اللي برضو النجم الرابع هو رأس الحربة سفيان فال اللي أنا كنت أتكلم عنه. نعم. وده اللي حيشكل ثنائية مع يوسف نصير. نعم. سفيان فال ده برضو من المهاجمين الممتازين جدا، هو سجل برضو هدف هدفين من أربع مباراة. نعم. هذه كل الأشياء. حكيم زياش وغيابه طبعا زياد طبعا معروف يعني ده غيابه لو يعني حيكون غيابه برضو انا بشوفه انه مكسب وين كان قبله برضو في بن عطيه. طيب كابتن ايليا نرجع للطاقم التحكيم، وممكن الدكتور حسن برقو قدم احتجاج رسمي وقال انه هم في السودان بيروا بانه العداله حتكون متنافيه مع هذا او غير موجوده مع هذا الحكم. هو طبعا تعيين الطاقم السنغالي ده يعني قرار مثير للدهشه اصلا. نعم. انت السودان قبل كده احتجوا في وقت قريب يعني في الشهور الماضيه من حادثه غريبه ما قاعد تحصل في الملاعب، انه الرجل رايا اونلاين مساعد حكم يعتدي بانه بالدفع على 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 مدرب فريق. نعم. غير الظلم التحكيمي الكبير، والسودان احتج على الكلام ده بمذكره رسميه للاتحاد الافريقي. فانت تجي كاتحاد افريقي او كلجنه التحكيم في الاتحاد الافريقي تجي تعين نفس الطاغم ده للسودان في مفاعة، دي فيها علامة استفهام كبيرة. وأعتقد إنه كان تصرف سليم جدا من برقو إنه يرفعوا الاحتجاج، وممكن يلاحقوا حتى بعد كده إذا حصل أي شيء في المباراة ممكن حتى يدعموا الشغل المزالة دي بالشكوى الأولى اللي حصلت الاحتجاج الأول اللي حصل. نحن نتمنى إنه الحصل من طاغم التحكيم السنغالي ده في المباراة الأولى كان يكون بدون قصد لسوء أداء لأي شيء لعدم توفيق، ونتمنى انه ما يتكرر في المباراه. طيب تعيين هذا الطاقم حيشكل ضغط نفسي على اللاعبين؟ والله هو شوف اللاعب ده ما في الاخر بيتاثر بكل القرارات اللي حوله، حتى اللي بينكتب في الجرايد هو بيتاثر به، لكن الجهاز الفني يفترض انه يجنب لاعبيه الحته دي، يعني يفترض انه يجلسوا مع اللاعبين ويتكلموا معاهم بانه هم ينصرفوا لادائهم داخل الملعب. طيب اذا في اي شيء في لجنه اداريه هي بتقوم به. طيب جميل. طيب بالتوفيق لمنتخبنا في مباراة مهمة حقيقة، مباراة تعتبر مفتاح في هذه المجموعة، وكلنا أمل وكلنا طموح إنه منتخبنا نشاهده في نهايات كأس العالم 2022 لأول مرة، والطموح ده ممكن الآن هو طموح كل سوداني وكل متابع للمنتخب السوداني، جاء نتيجة لهذه النتائج الكبيرة والمستويات الكبيرة اللي قدمها المنتخب في الفترة الأخيرة، وإن شاء الله نجومنا غادرين بإذن الله بتحقيق نتيجة إيجابية، وبعد ذلك التفرق لمباراة قينا بيساو بالخرطوم، وإن شاء الله نخطف إحدى البطاقات في هذه المجموعة ونشاهد علم السودان يرفرف في قطر. نتحول مباشرة لمنتخب آخر هو منتخب سيدات السودان اللي يشارك لأول مرة في البطولة العربية للسيدات، وبالأمس اختتم مشاركته بخسارة ثالثة 5-1 من منتخب لبنان. نحن ما شاهدنا المباراة كابتن مدثر، لكن يعني واضح من النتيجة إنه المنتخب في زي ما ذكر كابتن فاروق جبرة بعد مباراة تونس بأنه المنتخب في تصاعد في الأهداف، يعني بالأمس المنتخب 5 أهداف في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني قدر يحافظ على شباكه نظيفة وأحرز هدف.
دارين الجانب الإيجابي من هذه المشاركة والسلبيات لنستحسبها وناخذها معنا في البطولات أو المشاركات القادمة بإذن الله. طيب نعم، أول حاجة بتحدثنا عن منتخب السيدات، بالنسبة للمنتخبات شاركت مع المنتخب السوداني دول باع طويل جدا في المنافسات دي المتمرسات بصورة يعني مبالغة فيه، لأنهم بيلعبوا من فترات طويلة. حتى المنتخبات الكبيرة منتخبات المنتخب الكويت النسبيون بيرضوا بياخذوا هزائم كبيرة جدا من المنتخبات، طبعا أفضل المنتخبات اللي هي الأردن ومصر وتونس. نعم. ولبنان برضو. ولبنان برضو ما سهلين يعني ضارب شان بطولة آسيا. المنتخب طبعا رهبة المشاركة في المباراة الأولى كانت واضحة فيهم، والمباراة الثانية برضو الاهتزاز والردود الأفعال اللي طلعت، فدي كانت أسباب شيء طبيعي جدا إن إحنا في بداياتنا طبعا أول مرة يكون تتم مشاركة منتخب نسوي سوداني في منافسات خارجية. فالدليل على انه في استفاده يعني من التجارب انه قدروا يحرزوا هدفين في اخر منتخبين. نعم. وان كان والفائده الافضل انه امام منتخب لبنان يعني كسب الشوط الثاني 1-0 للسودان، باعتبار انه الشوط الاول 5-0 خاسرين المباراه 5-0. نعم. ففي تصاعد نسبي من حيث المستوى والثبات للمنتخب، فالناس لو يعني قعدت واشتغلت بمهنيه وان شاء الله باعداد جيد فممكن تزبط الأقدام ويكون في نتائج طيبة للمنتخب إن شاء الله. إن شاء الله. كابتن إيليا، ممكن زي ما ذكر الكابتن مدسر في تطور منتخب بالأمس، ممكن الشوط الثاني قدر يحافظ لأول مرة قدر يحافظ على شباكه. الشيء اللي يحسب للمنتخب بأنه حتى القائمين على أمر المنتخب ما منزعجين لهذه الهزائم. ممكن طلعت تصريح للدكتور كمال شداد بيقول إنه نحن ما منزعجين لهذه النتائج. ايضا ممكن الاستاذه ميرفت حسين ذكرت بانه هذه المشاركه يعني هم بالعكس هم شايفين انه هم في ناحيه ايجابيه جدا، انه الرهبه والخوف عند اللاعبات بدت في الزوال. طيب هو زي ما قال مدثر وزي ما ذكروا هذا الاتحاد وذكرت الاستاذه ميرفت وشداد، انه هو في تصاعد نسبي فعلا في اداء الامس بالذات في الشوط الثاني. لكن انا خلينا اسال سؤال كبير حتى ناس الاتحاد ان شاء الله كلامي ده يصلهم. نعم. فدوري انت لعبت يعني دوري ما له سنتين، ما كمل سنتين. نعم. في ظل ظروف اقتصاديه معروفه للكل، في ظل جائحه كورونا، نعم جائحه كوفيد 19 المعروفه برضو للكل، عقد كل النشاطات. انا اعتقد انه كانت المشاركه اصلا كان قرار خاطئ بانه نشارك الان. نعم. ليه؟ يفترض انه انت فريق وليد زي ده عملته الان ما حصل شارك خارجيا اطلاقا، انت كانت تعمل له اعداد افضل من كده، لانه متوقع النتائج دي كانت متوقعه بالمناسبه. نعم. يعني انت كانت تعمل له على الاقل دوره يعني وديه، دوره وديه داخل السودان تدعو عدد من الفرق ذات المستوى المتوسط بحيث انه نتائج تكون قريبه ترتفع فيها الروح المعنويه، يكون في 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 يعني انسجام بين اللاعبات اكثر، يكون في يعني اعتقد انه لو كان نحن بنقول الان تحسن نسبي، التحسن النسبي لو كان عملت الدورات دي كان بيكون قبل فتره وكان بيكون ماشي، كان الان كان وصلنا مرحله انه نقدر نحن نشارك بالمنتخب. فانت الان هم غامروا وشاركوا باسم ما في الاخر اسم السودان. نعم. اذا كان سيدات اذا كان حتى تنس طاوله. نعم. هو في الاخر فانا اعتقد انه كان قرار ما صاير. يعني انت انا عندك راي في حتى المشاركه، حتى نفسها. المشاركه اصلا يفترض كان قبلها يكون في المنتخب يلعب دورات وديه او دورات يعملها هو في السودان مع عدد من الفرق. طيب الان المشاركه تمت وبهذا الكيفيه، لكن ان شاء الله ترى بانه المنتخب استفاد من هذه المشاركه؟ اكيد طبعا هو استفاد، اكيد ما في 2-3 يعني على الاقل خلى الناس تعرف السلبيات الحاصله شنو، زي النقطه ذكرتها الان دي. الآن يفترض أن يكون في استمرارية في إعداد المنتخب، يفترض أن يكون في مباريات ودية للمنتخب، تجمعات للمنتخب دائما عشان توصل أنت لفورمة المباريات مع الفرق القادمة. بإذن الله بإذن الله. يعني الكلام اللي ذكره الكابتن إيليا هو كلام مهم جدا، الإعداد الجيد والمشاركات المستمرة هي اللي بتؤدي للنتائج، لكن إن شاء الله المنتخب يستفيد من هذه المشاركة والمشاركات القادمة إن شاء الله بتكون أفضل وأفضل بإذن الله. نتحول مباشرة كابتن مدثر، بالأمس أعلن نادي الهلال عبر الإداري نزار عوض أنه تمت مخالصة نهائية وإنهاء عقد الكابتن
وحارس المرمى اليوغندي جمال سالم وديهم بالتراضي، حيث ذكر عضو اللجنة بأن المخالصة تمت بعد حديث شفاف دار بين الطرفين أفضل إنهاء هذه العلاقة، ومتمنيا التوفيق للحارس جمال سالم. ممكن جمال سالم رد بعد إنهاء التعاقد برسالة مؤثرة نصها: من المحزن أن أقول وداعا لهذا النادي الرائع في البلد الرائع السودان، واحد من أفضل الأندية في أفريقيا، أغتنم هذه اللحظة لأشكر جميع المشجعين واللاعبين والإداريين على سنوات الفرح والحزن الرائع التي شاركناها معا في العامين الماضيين. أتمنى للنادي كل التوفيق في المستقبل، بينما أنا أستعد لخوض التحدي القادم إن شاء الله. حظا سعيدا، محبكم جمال سالم. والله يا أخي أشكر كابتن جمال سالم على هذا. طبعا هو جمال سالم جاء السودان صغير، عمره 19 سنة في نادي المريخ. نعم. فكونه يتشبع بهذا الروح الطيبة يعني مع ويحمل طبعا الجنسية السودانية وحتى نعم. يعني الفترة الطويلة اللي قضاها مع بين الهلال والمريخ، هو كان يعني وكأنه يعني خلاص السودان ده صراحة يعني للناس اللي بيعاشروا في المجتمع الرياضي بالذات كون صداقات وكون هنا. لكن فنيا لو جينا تحدثنا عن جمال سالم، هو صراحة كان مفترض انه الهلال كان مفكر انه ينهي عقده في العام اللي ماضي. نعم. صراحة مستواه في تسبسب، هو كان سبب اساسي في فقدان بطوله الدوري العام الماضي. هو كان جمال صراحه فنيا يعني لما عملوا ورشه كان تغييم عام على اللاعبين كان ونسبته اكبر صراحه. فبالتالي كان في اتجاه انه يعني يصرفوا يحاولوا يستغنوا عنه. كابتن ابو 20 الحاله ده هو بالمناسبه كان له ضلع كبير انه جمال سالم يستمر، كان مصير على انه جمال سالم، دي معلومه يمكن انا اول مره اقول. نعم. فكان من الناس اللي كان متحمسين انه جمال سالم يستمر، فكان بعد ذاك كمان فكروا انه يونس الطيب هو اللي يخرج من الكشف وجمال سالم يستمر. لكن جمال سالم في الفتره الاخيره عودنا انه صراحه مستوياته كانت مزبزبه جدا، وزنه زايد برضه، ففنيا ما عنده مشاركه خلال الموسم الماضي، ادوا فرصه كبيره صراحه. نعم. اخذ فرصه مشاركه كبيره، لكن فنيا ما فكان من المفترض انه لاعب محترف بياخذ بالدولار، فلا بد من انه يكون مستوى اعلى من الموجودين. اذا خطوه طبعا الخطوه فاكيد طبعا. كابتن ايليا، لو جينا من ناحيه يعني الرساله اللي رسلها جمال سالم للجماهير ولاداره الهلال رساله مؤثره جدا. هي دائما بيحتكب الشعب السوداني بيطبق بطباعه الجميل الحمد لله. جمال سالم رسل رساله رقيقه جدا، وصراحه شالت من نفوس البعض أو الكثير من الـ من الـ من الأهلة يعني مرارات جمال سالم السبابة في آخر سنتين مع الهلال. نعم. لو تكلمنا عن جمال سالم فنيا زي ما قال مدسرا، أعتقد إنه القرار صحيح لكن متأخر جدا. يفترض قبل سنتين، ما قبل سنة كمان، قبل سنتين يفترض إنه جمال سالم كان يغادر كشف الهلال. جمال سالم يعامل معاملة المحترف، ولكن أداء جمال سالم ليس بالمحترف، انضباط جمال سالم ليس بالمحترف. جمال سالم السنتين اللي قعدوا السنتين الاخيرات من فترته مع الهلال كانت خصما على الهلال. هو ثلاثة سنة في الهلال كابتن ايليا؟ هو ثلاثة سنة. سنة أولى قد لعب بمستوى ممتاز صراحة. حتى بدايته في المريخ كانت بمستوى كبير. ممتازة. نعم. حتى جيته للهلال كانت مكسب بالنسبة للهلال ومصر. نعم. السنة الأولى لعب بمستوى ممتاز. السنتين الأخيرات في الهلال كانت خصما على الهلال وخصما على جمال سالم نفسه. أثرت على مستوى جمال سالم تأثير كبير جدا. نعم. وفقدت الهلال دوري. الهلال رجعنا تاني لنقطة إنه لا نسق في حارس المرمى، يعني نحن عانينا من الفترة دي في نادي الهلال فترة طويلة، رجعنا لها في السنتين الأخيرات مع جمال سالم مرة تانية، وأثرت عليه هو نفسه سلبا، بدليل إنه الآن هو الحارس حتى ما الاحتياطي في المنتخب اليوغندي، هو كان الحارس الأساسي. نعم. ده عدم مشاركته كانت بسبب انضباط، بسبب عدم انضباطه، بسبب عدم اهتمامه بنفسه. الروح الاحترافيه صراحه لجمال سالم ضعيفه جدا، وده اللي خلاه ما يستمر مع الهلال. عشان كده انا اعتقد انه كان قرار موفق بس متاخر. نعم. بالتوفيق لجمال سالم في مشواره القادم، وزي ما ذكرنا انه يعني رساله مؤثره ورقيقه جدا من الكابتن جمال سالم للجماهير ولاسره نادي الهلال. طيب نغلق الملف المحلي ونتجه للمنتخب السعودي اللي بيستعد لخوض مباراة مهمة أمام فيتنام في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم في مجموعة صعبة جدا. يلعب المنتخب يوم الخميس في ملعب مرسول بارك بالرياض، الملعب الرسمي لنادي النصر، مباراة أمام فيتنام، ثم يتوجه إلى عمان لمواجهة عمان في 7 سبتمبر القادم. نعم. المنتخب السعودي بيقدم برضو مستويات رائعة جدا مع المدرب الفرنسي ريناد، ف
فعنده مباراة مهمة جدا يوم الخميس على استاد في الرياض طبعا مع فيتنام. فالمباراة دي مهمة جدا لأنه طبعا المنتخب السعودي خلاص هو متصدر طبعا المجموعة. هي أول مباراة هي مصدر المجموعة في المجموعة في المرحلة القادمة. دي أول مجموعة أول مباراة لها في المجموعة الرابعة. في المرحلة هذه. في المرحلة الثانية. نعم. هو تصدر المجموعة الرابعة في المرحلة السابقة. المجموعة. نعم. بعد ما صدر جاء في مجموعة ثانية. نعم. دي أول مباراة لها في المجموعة اللي هو تأهل له. نعم. المجموعة الفائزة. نعم. فده طبعاً من للمؤهل لكأس العالم. نعم. لكأس العالم. دي المؤهل مباشرة. طبعاً. مباشر لكأس العالم. فالمنتخب طبعاً المدرب. اتألغم على المنتخب وعنده عناصره وحتى البدلاء ويجيب فيه وبمستوى يعني صراحة المدرب الفرنسي ده أنا معجبة جدا لأنه أنا عندي تقرير عن المدرب. نعم. وهو 8 سنوات في التصفيات كأس العالم لم يذق طعم الهزيمة. بالضبط. نناقش المنتخب ونرجع. نعم. للمدرب. طيب المنتخب السعودي طبعا المباراة دي مهمة جدا بالنسبة له كونك. نعم. أنت تكسب أول مباراة لك في أول مباراة وفي أرضك وحتى المباراة في البحرين. نعم. في عمان. في عمان طبعا. نعم. ديل مباراتين مهمات جدا مفصلية لكن المباراة الأولى دائما في كل مجموعة هي أهم. هي المفتاح. هي مفتاح المباريات. طيب جميل كيف ترى مباراة فيتنام وهي أول المباريات وحتكون على الأرض المنتخب السعودي في ملعب مرسول بارك بالرياض. المنتخب السعودي زي ما تكلمنا قبل كده عن المنتخب السعودي هو منتخب وفرت له كل أسباب النجاح. نعم. فحقق النجاح. نعم. المنتخب السعودي الدوري السعودي من أقوى الدوريات أفرز لنا لاعبين من أفضل اللاعبين بفضل احتكاكهم مع أفضل المحترفين. نعم. بفضل تجهيزهم بواسط أفضل المدربين. نعم. بفضل الإمكانيات الكبيرة الموفرة من ملاعب من ناحية اقتصادية حتى في معيشة اللاعبين في تأمين مستقبلهم دي من الأشياء المهمة جدا طبعا. نعم. فكان طبيعي انه يتصدر المرحلة السابقه. نعم. ويكون من افضل المنتخبات وهو مرشح بدرجه يعني خمسة مشاركات في نهايه كاس العالم والان انا اعتقد انه ساطر في الطريق كبيرة جدا. نعم. ان شاء الله نحن نتمنى انه المنتخب يصل لنهايات لكن افتكر انه مباراته مع فيتنام دي يعني هي بالنسبه للمنتخب انا شفته بالنسبه لظروف المنتخب الحاليه والاستقرار الحالي مع المدرب الحالي افتكر انه مباراه هي ما في مباراة سهلة لكن أعتقد إنها من المباريات ما صعبة يعني. طيب الاهتمام الإداري اللي أنت ذكرته ده تمثل في إنه رئيس الاتحاد السعودي ممكن يوم الأحد اجتمع باللاعبين وحثهم على أهمية المرحلة بالنسبة للمنتخب وحثهم على الفوز وبذل الجهد من أجل تحقيق الانتصار في مباراة فيتنام. هي طبعاً دي لها أثر الكبير هيكون رغم إنه اللاعبين السعوديين في السنوات الأخيرة. أصبحوا يتمتعوا بروح احترافية كبيرة جدا ما بتهزهم الظروف بيلتفتوا فعلا للأداء الفني داخل الملعب وعندهم أجهزة فنية وأجهزة مساعدة بين أخصائيين نفسيين موجودين معهم. نعم. فأفتكر إنه الأثر ده هيكون أثر معنوي لكن المنتخب أعتقد إنه كامل مما جميع والكمال لله. هذا الاهتمام الكبير من رئيس الاتحاد الاستاذ ياسر المسحل واهتمام باللاعبين طبعا شهد الاهتمام ويرفع الروح المعنويه للمنتخب لانه مهما كان من كل مرحله لمرحله اصعب. نعم. فانت عشان تحقق الغايات لابد من انك تشتغل من مرحله لمجموعه صعبه جدا. نعم. ده شيء متوقع انك انت كل ما تاهل من مرحله لمرحله بتلاقي الاصعب فده بتدي الثبات بتدي الدافعيه والروح المعنويه يكون كل الناس الملتفين حاله لكن المنتخب السعودي عودنا دائما انه يحقق نتائج طيبه ان شاء الله. المنتخب السعودي يقوده كابتن مدسر وكابتن ليليان يقوده مدرب على مستوى كبير مدرب شهدت له افريقيا والان اسيا بنتائج مبهره ومسيره حافله مدرب لم يتذوق طعم الهزيمه في 8 سنوات في التصفيات المونديالية هنالك تقرير عن هذا المدرب نستمع اليه ونرجع ونحلل هذه الجزئيه. شكرا للزميل احمد سالم في قراءه التقرير. كابتن مدسر نبدا من حيث انتهى التقرير مسيره حافله للمدرب الفرنسي هيرفي رينالد تامل الجماهير السعوديه تتواصل هذه المسيره ليكون هذا الظهور الصعود لنهايه كاس العالم 22 ثاني ظهور للمدرب اللي ظهر مره وحيده اللي هي 2018 مع منتخب المغرب بروسيا والمره السادسه للمنتخب السعودي. نعم طبعا المدرب الفرنسي هيرفي رينالد طبعا الشيء اللي يعجبك فيه انه طبعا مدرب بيتمتع بكاريزما ويقدر يتألقم مع أي بيئة يعني أول حاجة حقق حضور جيد جدا بمستويات فنية كبيرة جدا مع منتخبات أفريقيا في أحراش أفريقيا. نعم. فيعني قدم مستويات كان مع منتخب الزامبي مع المغرب
بالإضافة حاليا مع المنتخب السعودي زي ما أنت ذكرت، وطبعا دي المشاركة الثامنة له في التصفيات لكأس العالم. طيب هو حق آخر خسارة كان ناله كان منتخب زامبيا أمام غانا 2013 حتى 2-1 يعني 2-1 نعم. في نفس اللحظة طبعا المدرب ده بالمناسبة مميز جدا عنده، يعني بيقرأ من المدربين اللي بيقرأ الخصم دائما الشوط الثاني هو يكون شوط المدربين، شوط المدربين ده هو موفق فيه وبدرجة عالية جدا. فالمنتخب السعودي كان محظوظ جدا، والقائمين بأمر المنتخب كان نظرتهم فاحصة جدا في اختيار هذا المدرب الرائع. فأنا متوقع أنه هيكمل إنجازاته بتأهل المنتخب السعودي. طيب نعم. كابتن مدثر هو يعني زي ما قلت أنه في أفريقيا كان له نتائج كبيرة عند نعم. انتقاله للمنتخب السعودي ممكن في ناس كثيرة كانت خايفة بأنه ما ينجح مع المنتخب السعودي بسبب اختلاف الكرة الأفريقية مع الكرة الآسيوية. مع الكرة الآسيوية. لكن المدرب ما شاء الله عليه يعني. نعم هو أصلا شوف المدرب المدربين ما بعيدين بيتابعوا كل الدوريات. طبعا. فالمشاهدة المدرب المطلع دائما اللي دائما في الساحة ومطلع بيتابع منتخبات آسيوية بيتابع الفرق الآسيوية. فده برضو بيكون عنده انطباع، لكن مجرد ما هو يجي فعلا لازم التجربة ما هو زي المشاهدة. طبعا. عشان كده كان في المخاوف انه الناس تخوف، كان شيء واقع انه الناس تخاف منه. كابتن ايليا التقرير ذكر بانه 30 مباراه لهذا المدرب في التصفيات المونديالية مع مختلف المنتخبات، منتصر او حقق الفوز في 15 مباراه. مسيرته مع المنتخب السعودي في التصفيات المونديالية 8 مباريات 6 انتصارات وتعادلين، مسيره وارقام تتحدث عن هذا المدرب. حقيقه هو المدرب ده مدرب يعني مشهود له. نعم. وكانت ضربة معلم فعلا، وده التخطيط السليم اللي بنتكلم عنه فاقدين انه احنا عندنا في السودان. نعم. باستجلاب مدربين امثال رينارد افتكر انه ادى المنتخب الكثير، حتى احنا شفنا استقرار كبير جدا وتقدم مذهل في 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 مستوى المنتخب السعودي. نعم. رغم انه يعني قبل كم سنه كان في اهتزاز في مستوى المنتخب. نعم. مع قدوم رينارد شفنا استعادة للمستوى الكبير اللي بتمتع به وكان معروف عن المنتخب السعودي. وشفنا يعني استقرار كامل، شفنا مباريات على مستوى عالي جدا صراحة من التكتيك ومن الرسم الفني داخل الملعب مع رينارد. أفتكر إنه هو مدرب ما نقدر نقول إلا إنه هو كان من ثمار التخطيط السليم في المنتخب السعودي. تنتظر مواجهات صعبة جدا، 10 مواجهات في التصفيات. أعتقد إنه زي ما قال مدثر هو من المدربين الشاطرين جدا في غراءة الخصوم، فهو من الآن بيكون قرأ خصومه وبيكون هو عد العدة تماما، عارف هو بيعمل في شنو. فما أعتقد إنه في مشكلة. يعني اليابان، أستراليا، الصين، منتخبات على صعبة جدا. منتخبات كبيرة جدا، لكن صراحة يعني ما محاباة، لكن المستويات اللي قاعد تقدمها المنتخب السعودي في الفترة الأخيرة. نعم. أنا أعتقد أنها تغارع الآن اليابان والصين، فأفتكر أنه الفرص كبيرة بالنسبة للمنتخب السعودي إن شاء الله. طيب المنتخب السعودي قلنا بيخوض هذه المباريات على 5 مراحل زي ما ذكر التقرير، ممكن يبدأ بفيتنام ثم عمان اليابان الصين أستراليا، وبتدرج في المباريات خلال 6 مباريات خلال هذا العام و4 مباريات في العام القادم. نعم. هو المنتخب صراحة مجموعته صعبة جدا. نعم. لكن الشيء المحمدة إنه يعني التواريخ المباريات جاءت بتدرج. نعم. يعني من حيث المستويات، فده محمدة كبيرة للمنتخب إنه بيكون جزء من الإعداد للمنتخبات الكبيرة اللي انت حتواجهه. لكن طبعا زي ما قلنا إنه أصلا لا قدر الله لو في خد المنتخب أخشى إنه العناصر لو مكتملة إن شاء الله السعودية ممكن تمشي أبعد ما يكون إن شاء الله. ومباراة فيتنام هي مباراة الافتتاح، دي طبعا دي فاتحة المباريات، دي مهمة جدا بالنسبة للمنتخب. بالتوفيق للمنتخب المغربي، عفوا للمنتخب السعودي في مباراة فيتنام ومباراة عمان. وإن شاء الله المنتخب السعودي زي ما ذكر الكباتن هو قادر تماما على مقارعة هذه المنتخبات للصعود السادس للنهائيات كأس العالم. طيب نغلق ملف المنتخب السعودي ونتجه إلى مانشستر سيتي اللي أعلن رسميا تجديد عقد المدافع البرتغالي روبن دياز حتى 2027. هو العقد كان لغاية 2026، أضافوا له عام. اللاعب من إسهاماته ساهم اللاعب في استعادة لقب الدوري الإنجليزي في العام السابق من ريفربول، بالإضافة لحصوله على جائزة أفضل لاعب في البريمير ليج العام الماضي. كما غاد دياز فريق مانشستر سيتي للتأهل لنهائيات دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه.
اختير قبل او يوم الخميس الماضي كافضل مدافع في القاره الاوروبيه. هو ده مدافع المفضل صراحه عالميا. نعم هو روبين دياز. نعم. روبين دياز انضم لمانشستر سيتي في صيف. نعم. 2020. نعم عام واحد والعام الثاني. وخمسين مباراة. نعم خمسين مباراة مع مانشستر سيتي. أحرز فيه مع أنه أحرز هدف واحد شو تفهم مسيرته الخمسين مباراة. نعم. لكن من أميز المدافعين اللي في العالم على وجهة نظري لأنه بيقدم مباريات على مستوى عالي جدا. لا يعني لاعب أول حاجة قرى القراءة السليمة الوقفة السليمة الانطلاقات. يا ريت انه كل مدافع اي لاعب في الخانه لو كان بينظر يكون عنده قدوه بيشوف زي ما كان زمان الناس لعيبه الوسط كان يكون عنده قدوه في الوسط بشوف هذا المدافع مجرد ما جاء كان مع مانشستر سيتي قدم موسم استثنائي جدا توج هذا النجوميه ببطوله الدوري نعم. الانجليزي والصعود والصعود لاول مره بعد في لنهائي اوروبا. نعم. اللي فقدوه طبعا مع تشيلسي. نعم. لكن قدم مباراه كبيره جدا فمكسب كبير جدا كونه يتم التعاقد معه ل 2027. هو كان العقد لغايه 2026 اضافوا له سنه وعدلوا له في الراتب ممكن ارتفع الراتب. هو افضل مدافع حتى فاز بجائزه افضل مدافع في اوروبا فيستحق يعني صراحه يستاهل. كابتن ايليا زي ما ذكر مدسر يعني ارقام روبن دياز خلال موسم وحيد هذا الموسم الثاني الحصول على افضل لاعب في او افضل مدافع في البريمير ليج ثم الحصول على افضل مدافع في اوروبا مساهمته مع سيتي في الدوري الإنجليزي مساهمته مع سيتي في الصعود لنهائي أبطال أوروبا لأول مرة أرقام تتحدث عن هذا النجم الكبير النجم البرتغالي اللي غادي من بنفيكا. طيب هو طبعا التمديد وما بالخبر الكبير يعني لأنه هو لغاية 26. نعم. الآن قدامه 5 سنوات. نعم. فهم أضافوا له سنة يعني هو حاولوا يأمنوا طبعا السنة الزيادة دي يعني ماشي في 5 سنوات الأصل عنده معاه. نعم. لكن لو جينا نظرنا لقيمة اللاعب هو أفضل لاعب في البريمير ليج. نعم. أفضل لاعب أفضل مدافع أفضل في مدافع في أوروبا. في أوروبا. نعم. وأنا أديه أفضل مدافع في العالم. نعم. لأنه حقيقة يعني مدافع يعني خلينا نتكلم بلغة الكورة خليني من تنميغ الكلام. نعم. هو مدافع تخط ورا وتنوم قفا عليه كده. يعني مدافع بيعرف كل أساسيات وكل فنيات وكل تقنيات المدافع السليم من وقفة صحيحة من انغضاض سليم من قراءة سليمة من 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 توجيه لاعبي زملائه في الخط الخلفي من بناية هجمات يعتبر غايد حقيقة يعني لاعب مهول مدافع تتمنى انك تتفرج عليه يعني المدافعين عاده انت ما بتتمنى تتفرج عليه لكن هو ده لاعب بتتمنى انك انت تستمتع بمشاهدته دائما. فانا اعتقد انه هو افضل مدافع في العالم بدون منازع يعني تتوقع له انه هذا الموسم يكون برضه من افضل المدافعين اكيد هو لسه يعني قدامه العمر طويل يعني طيب. في الملاعب ان شاء الله تتفق معي كابتن ايلي انه هو افضل لاعب مدافع في العالم لا شك يعني هو طبعا كان انضم ب 68 مليون يورو فاللاعب ده افضل يعني الشيء لفت نظري فيه وصراحه قراءته السليمه للارسال الطويل والكره اللي بتجي والتوجيه للاعبين والوقفه الصحيحه فلاعب قائد خط الدفاع بمعنى الكلمه يعني فلاعب شاهدنا في الدوري الانجليزي في الفتره الاخيره يعني مدافعين بنجوميه عاليه للمدافعين وحتى ممكن الموسم اللي قبل الماضي كان فان دايك نجم ليفربول والموسم هذا اكيد طبعا دياز فشوف انا اقول لك السنوات الاخيره دائما في كرة القدم دائما النجومية بتكون للعيبة الوسط والمهاجمين والهدافين. نعم. فأنت لولا أنك القيمة الفنية بتاعتك عالية جدا. نعم. ما بتجي عليك الأنظار تأخذ نجومية دوري ولا نجومية أفضل لاعب في الدوري ولا في أوروبا ولا نعم. لولا أنك إمكانياتك كبيرة جدا فعلا لاعب مهول ولاعب مكسب نعم. كبير تمديد العقد هو رغم أنه عقده لغاية 2026 ولكن تمديد العقد فيه شيء نفسي ومعنوي للاعب بالتوفيق للاعب اللي قدم مستويات كبيره معه وطبعا مداخله في كلام مدسر الاخير سريعا بس لانه الزمن انت تكلمت عن انه هو بيلفت الانظار وان يعني حقيقه الان كره القدم هي اختلفت نعم. كره القدم الان في خلال ال3 سنوات الاخيره نعم. بقت صناعه اللعب فيها من الخط الخلفي وليس من الخط الوسط عشان كده هو في تالق ظهر للمدافعين ظهر المدافعين نعم. طيب جميل كابتن ايليا الزمن عندي انتهى بالتوفيق لدياز مع مانشستر سيتي وحقيقة النجم مهول ونجم له عشاقه ومحبينه
للمتابعين للدوري الانجليزي ولمسيره اللاعب مع مانشستر سيتي. كابتن مدثر شاكر ومقدر لك وجودك معي في هذه الحلقه. شكرا استاذ طارق، اتمنى انه يكون قدمنا حلقه ترضي الطموح ان شاء الله. انت وقدر الطموح ان شاء الله. يعطيك العافيه. شكرا لك كابتن ايليا، بعد غياب طويل ما طلعت معي في حلقه، اشكرك وشاكر ومقدر لك وجودك معي في هذه الحلقه. الغياب طبعا سببه انه انا كنت في السودان. نعم. لا وانا حقيقه شاكر لك انت الاستضافه الكريمه، وبشكرك وبشكر زميلي مدثر على الحلقه اللي في نظري انا كانت جميله جدا واستمتعت فيها، واتمنى انه الجمهور يكون استمتع بما قدمناه في الحلقه. ان شاء الله الجمهور يكون استمتع بوجود ضيوف الكرام داخل الاستوديو كابتن مدثر وكابتن ريلا، ونكون قدمنا حلقه ممتعه. فختام هذه الحلقه تقبلوا تحيات الفريق العامل في هذا البرنامج، ناصر لانكي في التصوير، احمد محمد حسبه في الصوت، واحمد الرئيس في هندسه البث، عز الدين سعدابي في المونتاج، محمد عصام في الجرافيك، ومحمد طه في التحرير التجاري، محمود في الاشراف العام، احمد سالم في قراءات التقرير، المخرج هشام يوسف، وتحياتي في الاعداد والتقديم طارق عثمان. الى ان نلتقي استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.